بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 88 بعد 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا. مرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: استشير فضيلة الشيخ صالح ببعض الكتب أنا أقرأ بها، ما زلت. أول كتاب هو صيد الخاطر، ما رأيكم فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صيد الخاطر كتاب للإمام ابن الجوزي رحمه الله، سماه صيد الخاطر لأنه يكتب فيه ما عنا في خاطر من المسائل، فسماه صيد الخاطر. أما من ناحية قيمته العلمية فإن فيه وفيه، فيه أخطاء خصوصا من جهة العقيدة، وفيه فوائد عظيمة، فالذي عنده تمكن من العلم يستفيد منه ويتجنب ما فيه من الأخطاء، وأما الذي ليس عنده تمكن من العلم فإنه لا يقرأ فيه إلا إن وجد عالما يقرأه عليه ويميز له بين الخطأ من الصواب. نعم. الكتاب الثاني كتاب العقد الفريد، هذا كتاب أدب، عقد الفريد بن عبد ربه الأندلسي، هذا كتاب أدب، والكتاب فيه أشياء غير طيبة مثل ما ذكرنا. إن كان عنده تمكن وتمييز لا بأس أن يقرأ الكتاب ويستفيد مما فيه من الأدب المفيد، ما إذا لم يكن عنده تمكن فإنه لا يقرأ فيه. نعم. يسأل أيضا عن تفسير البغوي يا شيخ صالح. تفسير البغوي كتاب جليل، تفسير عظيم، والبغوي من أئمة أهل السنة والجماعة، كتابه تفسير هذا من المصادر العظيمة في التفسير المعتبرة، وهو على منهج السلف. نعم. يقول هذا السائل: أبو كريم، إذا توفي الزوج قبل الدخول بالزوجة وقد دفع المهر كاملا، هل يجوز لأهل الزوج استرداد هذا المهر كاملا؟ لا، لأنها زوجته وترث منه وتعتد للوفاة، لأنها زوجته ولا يبطل العقد بالوفاة، ولذلك ترثه، تعتد منه عدة الوفاة ولها المهر الذي أصدقها إياه، لها يجوز استرجاعه منها. نعم. يسأل هذا السائل يقول: شيخ، ما أبرز الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين وخصوصا عند قدوم الشتاء؟ أبرز الأحكام أن يلبسهما على طهارة، بعد كمال طهارة، ما يغسل رجل ثم يلبس الخف ثم يغسل الرجل الثانية يلبس الخف، لا، لابد أن تكون طهارة كاملة قبل لبس الخفين، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك من الأحكام المهمة أن يكون الخفان ساترين للمفروض، يعني يسترا الكعبين وما تحتهما وافيين، إن كان قصيرين يظهر شيء من الكعبين أو ما تحتهما لم يجز المسح عليهما. الأمر الثالث أن يكون ثابتين على الرجلين، إما بنفسهما وإما بشدهما، فإن كان غير ثابتين وربما تسقط إحداهما فإنه لا يمسح عليه، لا بد أن يكون ثابتين على الرجلين. وإذا بدأ المسح عليهما فلا يخلعهما، فإن خلعهما بعدما مسح عليهما فإنه لا يستمر المسح عليهما ثاني، إلا إذا توضأ وضوءا كاملا ولبسهما. أما أن يبني على المسح الأول بعدما خلعهما فإن هذا لا يجوز ولا يصح. نعم. يقول: المناسك الإفراد والتمتع والقران، هل هم في الأجر سواء؟ وهل يلزم الحاج أو المعتمر الأخذ بواحد منهما؟ ما يلزم الأخذ بواحد منهما إلا إذا نذر، إذا نذر تمتع أو نذر القران يلزم، أما إذا لم ينذر فهو مخير، إن شاء أحرم متمتعا، إن شاء أحرم قارنا، إن شاء أحرم مفردا، هو بالخيار بين هذه المناسك، وأفضلها التمتع ثم القران. نعم. بماذا يشتغل فضيلة الشيخ الحاج والمعتمر
وهو في الأراضي المقدسة، لأن بعض الناس الحقيقة يقضي بعض الوقت في اللهو والقيل والقال، يقضي وقته بالتلبية، يكثر من التلبية لأنه شعار المحرم، وكذلك يقضي وقته بالعبادة ما أمكن لأنه في عبادة، يشتغل بالعبادة من نوافل الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، ولا يجوز له أن يتكلم بالكلام المحرم، هذا حرام عليه دائما، ولكن في حالة الإحرام أشد. من فرض فيه إن الحج يعني أحرم بالحج في أشهر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيتجنب الجدال والكلام الذي فيه إثارة أو فيه ضياع للوقت أو الكلام المحرم كالقيل والقال والغيبة والنميمة والخصام، يتجنب هذا لأنه في عبادة فلا يفعل ما هو محرم ويدخله على عبادته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعيه، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله، ولا جدال في الحج، والمراد الجدال بالباطل، أما الجدال بالحق والرد على المبطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا واجب وهو عبادة وطاعة. نعم. هذا سائل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله التكرم ببيان بعض الأمور العاصمة والحافظة من الفتن في زماننا هذا، وجزاكم الله خيرا. على المسلم أولا أن يستعيذ بالله وأن يتجنبها ولا يدخل فيها ولا يجالس أهلها ليسلم منها، قال صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق كلها، يعني فرق الفتن، اعتزل تلك الفرق كلها. وعليه أن يلزم جماعة المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، بعدما قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، يسمع ويطيع لولي الأمر المسلم ويلتزم بطاعته ويكون معه ومع جماعة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما ذكر له الفتن، قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا دائما، ولكن عند الفتن الحاجة إلى هذا أشد، لأن لزوم الجماعة عصمة من الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى؟ وهل يوجد هذا أيضا في عصرنا الحاضر، لأن بعض المساجد مفروشة؟ هذا في وقت الخطبة، خطبة الجمعة، فلا يحرك يده يخطط في الأرض أو على الفرش، هذا يعتبر أنه من الحركة ومن العبث والانشغال عن استماع الخطبة. قوله فقد لغى يعني أنه لا ثواب له في حضوره، لغى يعني لغى ثوابه وأجره، وفي الحديث: فهو كالحمار يحمل أسفارا، يعني جاء وتعب ولكنه ليس له أجر ولا ثواب، ألغاه بكونه يعبث بالحصى أو يخطط في الأرض أو على الفراش أو ما أشبه ذلك، بل ينصت ويستمع للذكر، يستمع للخطبة، يستفيد منها. نعم. يقول هذا السائل: هل الشخص شيخ عندما يتزوج فتاة يكون ذلك مكتوب عند الله من قبل؟ ما في شك أن كل حركة وكل عمل وكل فعل أنه مكتوب، ما هناك شيء لم يكتب في اللوح المحفوظ ولم يقدر، الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وهو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. يقول هذا السائل: اشتريت سيارة كبيرة من شخص وقال: لك الخيار لمدة يومين إذا حصل فيها عيب، ولما وصلت إلى بلدي وإذا فيها عيب كبير في الماكينة فرجعت له فقال: ما عندي لك شيء، هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ هذه خصومة يرجع فيها إلى القاضي، ولكن يجب على البائع أن ينصح للمشتري، إذا كان يعلم أن في السيارة أو في السلعة عيبا فلا يكتمه، لا بد أن يبينه، يقول: فيها العيب الفلاني، وإذا لم يعلم أن فيها عيبا ولكن تبين أن فيها عيبا فإن المشتري بالخيار، إما أن يردها ويأخذ الثمن، وإما أن يمسكها ويأخذ الأرش، يعني عوض العيب، عوض النقص الذي حصل فيها من العيب. نعم. السائل محمد يقول: ما رأي الشيخ في حفظ المتون في الصغر ودراسة هذه المتون في الكبر؟ الحفظ طيب، ولكن الحفظ وحده لا يكفي، لا بد من الفهم، فهم هذا الذي حفظه، ولا يكون الفهم إلا على أيدي العلماء، فيقرأ ما حفظه على العلماء وهم يفهمونه معاني هذه النصوص التي حفظها، فيجمع بين الحفظ والفهم، بين الحفظ
والفقه. ليس الشأن أن الإنسان يحفظ الأمهات والصحاح وهو لا يفهمها، هذا يكون حملا ثقيلا ولا يستفيد منه، فلا بد أن يكون الحفظ والفهم مقترنين. فأما الذي يحفظ ولا يفهم هذا لا يستفيد شيئا وإنما يتكلف. وكذلك العكس، الذي يقول أنا أبى أتفقه ولكن ما أحفظ، فهم بلا حفظ ما يمكن، لا بد من الأساس وهو الحفظ ثم يأتي الفهم بعد ذلك. فالذي يقتصر على الحفظ هذا مخطئ وليس هذا هو التعلم، والذي يقتصر على الفهم ولا يحفظ هذا مخطئ وليس هذا هو الفقه. يجمع بينهما إذا كان يريد أن يتعلم تعلما صحيحا. نعم. أم أحمد تقول: من عادتي أننا نقوم بتشغيل الدف بمناسبة نجاح أبنائي أو بناتي أو عندما تتخرج من الثانوية، ما رأي الشيخ في ذلك؟ رأي أن تشكر الله عز وجل وتحمده على هذه النعمة، وأما ضرب الدف هذا لا يجوز، هذا من اللهو، لكن اشكر الله على هذه النعمة وادعوا لابنكم الذي نجح، ادعوا له بالتوفيق، شجعوه على ذلك، ولو أن تعطوه جائزة أيضا تشجيعا له لا بس، أو أن تعملوا وليمة أو دعوة لمناسبة نجاحه تدعون لها أصدقائكم وجيرانكم، هذا شيء طيب وتشجيع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في العام الماضي شيخ لم أخرج زكاة الفطر في عيد الفطر لأنني كنت أعتقد بأن الوالد أخرج لي معه مثل الأعوام السابقة، وأخبرني بعد العيد بأنه لم يخرج عني، فما رأي فضيلتكم؟ يجب عليك إخراجها قضاء، يجب عليك أن تخرجها قضاء ولا تتركها، لأنها حق واجب عليك. زكاة الفطر زكاة للبدن، يجب إخراجها ولو بعد فوات الوقت. وأما زكاة المال هذه زكاة للمال ولا تسقط بالنسيان، لا بد من إخراج الزكاة سواء زكاة الفطر أو زكاة المال، لا بد من إخراجها لأنها حق واجب في ذمة المسلم. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يكون الإنسان يتقي الإنسان ربه في السر والعلن؟ يعني يعبد الله وحده لا شريك له، ويقرأ القرآن والأحاديث يستفيد منها، يكثر من تلاوة القرآن وتدبره من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والعمل بها، بذلك يحصل له الفقه ويحصل له العمل الصالح ويحصل له الأجر من الله عز وجل. نعم. يقول: إذا فات المسلم صلاة الفجر وخصوصا في موعدها وقام لأدائها الساعة 8 صباحا، فهل يصلي ركعتي الفرض والسنة أم يكتفي بركعتي الفرض؟ إذا خرج وقتها وصلى ليس هذا أداء وإنما هو قضاء. يقول السائل: أداءها لا، يقول هل قضاء؟ يجب عليه أن يقضيها في الحال، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. يصليها لكن لا يجعل هذا له عادة، يقول بنام ولا مني قمت صليت كما يفعله بعض الكسالى، بل يقوم يصلي، لكن إذا غلبه النوم، إذا غلبه النوم في بعض المرات لم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، يبادر بالصلاة ويصلي الراتبة التي قبلها، إذا كان لها راتبة قبلها يصليها قبلها. نعم. ما الفرق يقول بين التحلل الأول والتحلل الثاني في الحج؟ التحلل الأول يباح له محظور، كل محظور من محظورات الإحرام ما عدا الجماع، ما عدا زوجته لا يقربها لا بتقبيل ولا مباشرة ولا بجماع حتى يتحلل التحلل الكامل. وأما إذا تحلل التحلل الكامل حل له كل شيء من محظورات الإحرام حتى الزوجة، هذا التحلل الثاني. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حقيقة تلبس الجني بالإنسي، وهل ورد هذا في الزمن الماضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ثابت وواقع، والدليل عليه الكتاب والسنة والواقع الذي يتكرر على الناس، ومعنى المس المخالطة، فالجني يخالط الإنسي ويخبله أو يضره، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الله جل وعلا قال: كالذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المس ثابت إذن، ويعالج بالرقية الشرعية وبذكر الله عز وجل، هذا الذي يعالج به المس من الجن. نعم. أخيرا هذا خالد يقول: فضيلة الشيخ، هل قراءة آية الكرسي والمعوذات بعد كل صلاة وصلاتي الفجر والمغرب 3 مرات تحمي بإذن الله من العين والسحر؟ نعم،
نعم، هذا من الورد المشروع، وهو يحفظ الله به الإنسان من المحاذير ومنها العين ومنها الأذى والشرور. فالمسلم أن يلازم الورد في الصباح والمساء، أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويحافظ على ذلك، لأنهما من الحفظ الذي جعله الله لهذا الإنسان ويطرد عنه الشيطان. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. هذا زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.